جلسة أولى لحكومة الكاظمي وقرارات جديدة لها يسعى من خلالها الرئيس المكلف بالحكومة الانتقالية إرسال تطمينات للعراقيين. تشكيل لجنة عليا بالتقصي عن حقائق عن ما حدث في العراق منذ الأول من أكتوبر ولحد الآن، وإنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى. القرارات تضمنت الإفراج عن معتقلي التظاهرات وصرف المستحقات المالية للمتقاعدين وتشكيل لجنة للمساعدة بإجراء انتخابات مبكرة. هو واقع بين دائرتين مغلقتين، ولكن ممكن له أن يدحرج الكرة حتى ربما وصول إلى انتخابات مبكرة، وإن كان هذا الأمر صعب أيضا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وعدم التوافقات وعدم نضوج التجربة السياسية بالشكل الذي تؤهلهم لانتخابات مبكرة. لم يكتف الكاظمي المكلف بقرارات حكومته، بل استبق الجلسة الوزارية بلقاءات دبلوماسية يراه البعض محاولة لضبط الإيقاع السياسي بين العراق ومحيطيه الإقليمي والدولي. قرارات لم تكن كافية ومقنعة بالنسبة للكثيرين في الشارع الذي دعا في محافظات عدة للخروج احتجاجا على تنصيب الكاظمي. 72 ساعة من عمر حكومة الكاظمي التي يبدو أنها ستواجه تحديات كبيرة بسبب قراراته التي خلت من محاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء وتحسين الخدمات، وهو جل ما يطالب به الشارع العراقي الذي يستعد لجولة جديدة من الاحتجاجات ضد حكومة لم يمضي على تشكيلها سوى أيام. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد.